ويكاند على كيف. تحية لكم، انا معاتش وحدي هوني في الاستوديو. صباح النور كوثر. صباح النور شايبه، شنحويلك؟ صباح محليك الغوز، عايشك انت احلى روحي، حد انت محليك في الغوز. اخترنا اليوم ان نكونوا هكا الوين زيه جي نهزوا شويه مورالنا بعد الكونفينمون اللي بدا ولت البارح، ونهزوا شويه زاد مورال العباد، ما فيها حتى بس. اليوم في ليله البيه باش نحكيو على موضوع خطير، ولا يقرق الوالدين والتلامذة، وساعات التلامذة قبل الوالدين. الإحصائيات متاع الإدمان إذا كان نبداو نحكيو حتى على أبسط حاجة اللي هما السجائر، إحصائيات كبيرة ومفزعة ومفجعة. كيف نقولوا دخان ولدي عمره 13 ولا 14 مش حاجة حلوة، من غير ما نوصلوا نحكيو على الدروغ وعلى الزطلة وكل حاجة تذوك. كي نقولوا المخدرات قولوا الشيشخان، الشيشخان اللي هي نبتة اللي كانوا يستعملوها جداتنا وقت الولادة أو وقت الألام الصعبة أو في الشقيقة أو في الحاجات هذية اللي تعاونهم تخدرهم وتنحيلهم وتنقص عليهم الألم. دايور سلمى بكار عملت فيلم على اسمه الشيشخان، دايور الفيلم على الموضوع هذا بالذات، وكيفاش وصلت المرأة اللي هي كانت تاخذ فيه باش ترتاح من أوجاع الولادة لين وصلت للإدمان، وكيفاش حالتها النفسية والاجتماعية تدهورت بالإدمان. الشيء ما هوش جديد، المشكلة اللي هو قاعد يستفحل خصوصا في شبابنا. كما قلت لكم الإحصائيات مفزعة في الدخان، في شرب الكحول وفي القنة بالهندي، وصلنا توا للكوكايين وللمورفين. بوعنا برشا احنا واصلي، أما قبل ما كناش نسمع توا ولينا نسمع ونحكي كوغامون ولينا جوستومون. وهنا قاعدين نشوفوا في الفضايح نتاع الكوكايين ومتاع التجاره الايامات هذوما اللي صايرين، والنص طرناطة 580 كيلو اللي دخلوا لتونس واللي فاقوا بيهم الحمد لله من الكوكايين والهيروين، وما خفي كان اعظم. هذا اللي سمعنا به، ربي يستر. قاعده نحكي في الموضوع برشا قدسيه على خاطر انا عندي بنيت ونخاف بالحق، نخاف بنتي الحمد لله توا فاك، والصغيره ما زلت صغيره، الاولى ان شاء الله تكون منعت ما زلت ما نعرفش فهمت، والثانيه 5 سنين ان شاء الله تمنع، وان شاء الله ربي منع اولادنا واولاد جميع المؤمنين. بون، كيفاش تحمي ولدك من الادمان وتعاطي المخدرات؟ كيفاش نفيق بولدي من السيجاره الاولى؟ تبعوا معنا هذا الكل وتفاصيله، وكيفاش نجموا نفيقوا باولادنا، خاطر جاني غالمو الاولاد اذكى منا. كانت تذكروش كما احنا كنا نذكاو مع والدينا، فما جاي شكون اذكى منا ما اعمل يعملوا لك. دونك تابعونا مع كريم اليعقوبي الاخصائي النفسي. مرحبا بك سي كريم. مرحبا بكم الكل. صباح انا نموت على اسم كريم، عايشك محليه اسمك كريم، ولي احلى منه كيخرج من عندك. عايشك عايشك ربي فضلك. دونك كيفاش نحمي ولدي ولا نحمي بناتي من الدخان؟ كيفاش نحميهم خصوصا انه الموضوع متفشي في الوسط المدرسي، والقضيه قضيه مجتمع، ما نجموش نتهموا وزاره التربيه انه تفشى عندها او في المدارس ولا في المؤسسات التربويه. كيفاش نحمي اولادي من هذا الكل؟ بالنسبة للحماية، هي سفرية الحماية تبدأ من العائلة، خاطر الإشكال الكبير إشكال هو على مستوى التواصل على مستوى العائلة. اسكو الطفل هذايا أو الشاب أو الشابة تعيش في حالة تواصل سليم على المستوى العائلي ولا لا؟ خاطر العائلة هي النواة الأولى لبناء نظم تواصلية مع مسؤولة، ونظم تواصلية سليمة اللي تخول أنه الشخص يلقى شكون يحكي، يلقى شكون يفرغ، يلقى لشكون يلتجأ، يلقى شكون يحميه، يلقى شكون يعطيه دي روبير. إذا كان العائلة ديفايونت وعندها إشكاليات بيان سور هذاك الكل باش يبان على مستوى الطفل. إذا كان العائلة من نوع اللي تكبس برشا وتغم برشا وما تخليش الطفل يعيش تجارب متاعه باش يكتسب التجربة باش يصحح المسارات متاعه، كيف نقاو إشكال. إذا كان معناتها دكتور معناتها كي نكبس أنا على بنيتي معناتها باش يمشوا يتكيفوا لي ولا يتكيفوا لي كل الأمور الأخرى ولا شوف بالنسبة لهم شنو نحكيو نحن بكل صراحة معناتها اسكو نحن عندنا القدرة أن نمنع أبنائنا أنهم يجربوا؟ مستحيل. دونك لازم نربطوا علاقة ثقة مع أبنائنا
ونخليو لهم مسؤولية أنه هم يختاروا القرار السليم. كلامك هذا بالنسبة للناس اللي قاعدة تسمع، وأنا نقص عليك خاطر حتى روحي في بلاصة الناس اللي تسمع، مش معناتها نخلي بنتي تتكيف وتجرب الدخان؟ لا، مش باش تخليها تتكيف ولا تجرب الدخان. موقفك هذاك يزم يكون واضح للتدخين، هذا موقف نتاعنا يكون صريح وواضح على كل المستويات. مي الإشكال الكبير مش نجيو لهم بعد شوي أنه الأبوين يبداو يتكيفوا، فهمني؟ إذا كان بو والأم يتكيفوا، ولا الدخان حاجة عادة معناتها موجودة في المحيط نتاعهم العائلي ودارجة برشا العادة هذه، مش عندنا إشكال على المستوى الإقناع. فما العكس، فما اللي يبداو الأبوين يتكيفوا، الأولاد يبداو معقدين منه الدخان. أي. هنا بوم البارامتر دي ديسيزيون هنا عليه حاجه مهمه جدا، انه الوقايه الحقيقيه يزم قدام الدخان، قدام الزتله، قدام الدروك، قدام الكحول، اما يستهلكش. اي نعم، يزم قدامه ما يستهلكش، ما تقدم مش باش تجيبهم له للدار، معناتها وقت اللي تتيح له الفرصه انه باش يستهلك ما يستهلكش، هذيك الوقايه الحقيقيه. اما المنع معناتها والبريفاسيون عمرها ما كانت ناجحة. أنا هاك نشوفوا المراكز الإدمان في تونس، نسبة العود بنسبة 100%، يجي عدي شهر يعملوا له كير ويعد كل شيء، أما يرجع الحوت باش يرجع يستهلك سوبيتكس، يرجع يستهلك دروغ وزاتلة. نسبة العود 100%. واو، معناتها تمشي الداوي وتتعدى بالكريزات اللي نعرفوهم هذوكم الكل. لأن نتمنى أني نعمل دورة كيكة ومن بعد ترجع معناتها ترجع تعود تستهلك وانت عارف العذاب متاع انك تبرى. ما هو الاشكال وين؟ انه الادمان ليس سلوك فيزيولوجي فحسب، خاطر الادمان هو سلوك نفسي وسلوك اجتماعي. كيف ايش انا باش نتخلص حقيقه من ليماج سوسيال نتاعي وانا شاد السيجارو؟ كيفاش نتخلص من ليماج سوسيال نتاعي ولابارتونونس سوسيال نتاعي، الانتماء الاجتماعي اللي اكتسبت منه انا اعتراف اجتماعي واكتسبت منه برشا دي بينيفيس سكوندير سور بلان سوسيال، كيفاش نتخلص منه؟ هذا الاشكال وين راه؟ مش على مستوى الجهاز العصبي، سا سي فري موجود. أكثر والأكثر أهمية هو الإدمان النفسي والاجتماعي على المواد هذه، يتعطيك صورة اجتماعية معينة. كي نشوفوا نحن السيجارو بركة، معناتها أنت باش تكيف سيجارو قداش فما من جست؟ علميا فما 50 جست تستعملهم أنت باش نجم تجيب سيجارو وتتكيف. الخمسين حركة ذوكم هل أنت مستعد أنك تتخلص منهم؟ اللي هما يعطيوك صورة اجتماعية معينة، يعطيوك انتماء معين، ويملؤولك فراغ اللي بتاتر أنت فراغ ذي نجم تستحمله. دونك اون فان كونت نحكيو على سلوك الادمان عند الاطفال نتاعنا نحن، يا اما باش تكون السبب نتاعها انه حب يجرب. وبيان سو كي نحكيو على الادمان، الدخان هو المدخل الكبير للسلوكات الادمانيه الخطيره، معناتها كي نحكيو على الدروغ، نحكيو على الزتله، نحكيو على الكول، نحكيو حتى الادمان الجنسي، نحكيو على برشا حاجات اخرى. راو المدخل الرئيسي هو التدخين. يعني باش معناتها اوتوماتيكمون يبدا يتكيف باش بعد يولي يمارس الامور هذوكم بالكل. بيان سور، المدخل علاش؟ خاطر يسهل الباساج الاكت، خاطر نحن المراهقين نتاعنا وقت اللي يخرجوا من العائله على شنو باش يفركسوا؟ باش يفركسوا على الاندماج الاجتماعي ويلقاوا صوره ايجابيه لرواحهم في وسط المجتمع، والبزوان هذا اهم من الماكله والشراب راه بالنسبه لهم هم. ما تنجمش تمنع طفلك مراهق باش تقول له لا ما تندمجش اجتماعيا، خاطر هناك مسيت له جانب كبير من الشخصية نتاعو. كيفاش نحن باش نخلقوا له فرص نتاع اندماج اجتماعي ايجابي؟ سا سي دور العائلة ومهم جدا. انت اذكرت من الاسباب قلت عدم التواصل، ينجموش يكونوا لاسباب ولاد الحليل مثلا؟ موجود، مي ولاد الحليل مش على ولدك هكا، ولاد الحليل على الابناء الكل. علاش ولدك ولا صغيرك هو اللي خير انه يمشي للمكان هذاك؟ دونك العائله هي الاساس، لانه التواصل على مستوى العائله هو اللي باش يعطيك المرجعيه اللي تنجم ترجع لها في اخذ القرار. الخلطه مثلا، الخلطه موجوده، الخلطه نجمو نجربو، نجمو نحبو نعيشو تجربه اكسبسيونيل. في عيد ميلاد نجم ندورو سيجارو زتلة، ما نعرفوها الحكايه هذه الكل. في عيد ميلاد نجم نجربوا الشرب، نجم نجربوا برشا اشكاليات، نجربوا او العلاقه، نجربوا، فهمني؟ دونك التجربه هذه هي اللي فيها الاشكال، فما اللي يجربها ويتخلى عليها، فما اللي يجربها ويكمل. بي انا كأم مثلا كيف نقول خلطه، مثلا انا حصلت لي خلطه بنيتي مش باهيه، النجم كي انا نقصك الخلطه هذيك تتقصك الامور هذيك الكل معاها؟ او مش نقول لك حاجه، ما تقصش، ما نجموش نقصوا.
خاطر الوقت اللي الادوليسون يقول لك لا ما نقصش راه ما يقصش، وقت اللي ما يحب ما يقصش راه ما يقصش، خاطر القصان ماهوش القصان نتاعنا نحن اللي عشناه في السبعينات الثمانينات ما عادش تقابل. قال طول الفضاء الافتراضي يسمح لك اكثر من هكاك واكثر من هكاك برشا، انه مش يلقى انتماءات اجتماعيه ودي جروب سوسيو على الفضاء الافتراضي اللي تخول له امكانيات اكثر برشا من المجموعات اللي موجوده بجنبه في الليسي ولا في الفضاءات الترفيه نتاعه. دونك نحن هنا ماناش في وضعيه قصان، لازم نعطيه الفرصه ونخلقوا امكانيات عند الطفل نتاعنا انه ياخذ قرار مغاير وهو ياخذ قرار. كيفاش نخلطوا للمرحله هذه؟ هي عمليه بناء معقده شويه، مي يلزمنا باش نمشيو ونمارسوها، لان تو سامبلومون في تونس عندنا اشكال كبير برشا برشا برشا، نفتقدوا الى ثقافه والديه تتماشى ومؤهلات الاطفال نتاعنا تتماشى والعصر تمشي تتماشى زيد من الوسائل التواصليه اللي موجوده توا حاليا. يعني نجي نقولوا لا ما تقابلش فلان، يا اخي وزيت سور اللي هو مش باش يقابلوا، معناتها ونيت با اون تران دو دير نامبورت كوا، معناتها ما تقابلوش ويقرا معاه في قسم ولا تقرا معاها ولا. دونك هنا فما اشكاليات كبيره، دونك لازمنا نمشيو للجانب الوقائي، انه نحملوا الطفل المسؤوليه بوسائل سليمه انه هو ياخذ قرار سليم. كيفاش معناتها وسائل سليمه دكتور؟ الوسائل السليمه انه مثلا غير مسموح ان نجموا نستعملوا العنف، والعنف ديما يعطي نتائج سلبيه راهو على الاطفال نتاعنا، مهما كانت القناعات نتاعك. حتى في كي عملوا ايتود في انجلترا لقاو ان العنف افيكاس بنسبه 30%، لكن وقتين فك اللحظه هذيك من بعد تولي الاضرار نتاعو بنسبه 100%. دونك هنا بتيت ربط علاقه سليمه مع الطفل نتاعنا، انه نكونوا نحن المرجع نتاعو هو باش يفرغ لنا اسراره، انه نكونوا نحن الحمايه نتاعو هو على المستوى الاجتماعي، معناتها يولي يرجع لنا في الاشكاليات هذه. مي نحن لازم نكونوا ام موديل وسي، مش انا نتعارك انا وامه نهار كامل وعياط وصياح في الدار ومشاكل، ومن بعد نقول له اجا احكي لي، انت ماكش قادر انت باش تسوي وضعيتك مع امه، فهمني، مع امه ولا مع امها، ومن بعد جيت طالب بني انا مش نحكي لك، علاش مش نحكي لك انا؟ فهمني؟ انا كام دكتور قول مثلا جايه بنتي باش تحكي لي حكايه، رياكسيون تاعي الاولى لا بعد ما عادش يكمل، حس روحي عملت لها بلوكاج بيان سور، فهمت، وقاعده بتي تبتي وتمشي تبعد، كيفاش نجم نحيها السناسة هذه؟ وانا متاكده انه اكثر من ثلاثه ارباع التونسيات عندهم نفس الحكايه، معناتها على ابسط الاشياء مثلا دراج روتا، فما بالك شنو الاخر بعد ذيك اللي باش تحكي لك عليه، معناتها ما عادش باش تحكي لك حتى شيء. بيان سور. دونك كيفاش نجم نتحكم في روحي انا كام باش نخلي ولدي ولا بنتي تحكي لي كل شيء؟ هو هي السلوك هذا لازم يكون نوع من التدريب، مش معناتها نوع من التدريب نسميه نحن القبول غير مشروط، مهما كانت الوضعيه يلزمك تقبلها كما هي بحشيشه بريشه بلغه نحن دارس، بالباهي نتاعها بالخايب نتاعها. القبول غير المشروط هو اللي باش يعطيك من بعد الامكانيه انه ابنك يحكي لك كل شيء، كي يعرف كي باش يحكي لك ماهيش باش تكون رده الفعل نتاعك سلبيه، خاطر تو سامبلومون لي شيك. حتى كي باش يجي يقول لك راني تكيفت. بيان سور. باش يقول لك راني تكيفت وعد كل شيء، قول له باهي انا سمعتك وعد شيء، اما نحب نفهم اشياء انا. ونبداو في الديسكسيون، خاطر ما فما حتى وسيله اخرى باش نجموا نغيروا بها المواقف نتاع غيرنا الا الاصغاء. كي باش تقول لي باش ننصح، بون تنجم تنصح، خاصكو نصيحه باش تنصحها له ما يعرفهاش، مستحيل. مستحيل ان يكون ما يعرفش النصائح، ما يعرفش المعلومات، خاطر كل شيء موجود توا، فهمني؟ دونك الاشكال اسكو الطفل كيفاش باش نربطوا معه علاقه ثقه وعلاقه حب اللي يخاف انه يخسرها. وقت اللي يعمل السلوك هذاك، اما باش نبنيوها نحن لازم فما قبول غير مشروط للطفل، عمليه الاصغاء نتاعنا تكون سليمه. اش معناتها؟ انه وقت اللي يحكي لك رده الفعل اللي حكيت عليها انت واللي هي مهمه جدا، انا وقت اللي يحكي نقعد نحسب الخمسه في قلبي، واحد باش نستوعب الوضعيه. علاش؟ خاطرك رده الفعل الانيه هذيك هي تنجم تخلق بلوكاج بيان سور، وتولي نجم تكون الوضعيه كارثيه. واذا كان تواصل الاشكاليات التواصليه يولي يعمل في تون افون ولي يمشي لك السلوك هذاك. فما حاجه كوثر اللي انت جبت عليها على كيفاش الام كيفاش تحاول تشد روحها كي تصير حاجه، فما يمكن انا نقول القطره الاولى نتاع الانحراف ولا الادمان على حاجات، نسمعوا بصغيرنا مثال عنده جمعه ابسون، اما هو يخرج قدامي كل يوم يمشي المكتب، بعد نسمعوا بي ابسون، هذيك حاجه تنرفز الامهات.
البنات واول ما نمشيو يعني نتنرفزوا قدامهم يمكن في سنخلطوا العقاب. هذيك اول حاجه يمكن اللي البلوك يصير. ماذا بينا هذيك كيفاش نعرفوا نتصرفوا مع صغارنا خاطر نحسها عليها حال الباب الانحراف. اي ما هي طامه كبيره راهو يمشي للمكتب وبعد يقعد مش وتتمررت. بالنسبه لي انا طامه عظيمه هذيك علاش يعني البارون يتغشش برشا وردت فعله خايبه برشا اللي هو لازم يعرف شنو اللي صار وعلاش صار هذاك الكل. ما باش نفسر لكم مشكل باش تفهموا مش معناتها خطوره انك تعمل رده فعل من نوع هذا نتاع بلوكاج. تنجم تاخذ موقف وتعبر على موقف وتقول انا مانيش موافق لكن وقت اللي ناخذوا اجراءات نتاع عقوبات مع صغارنا ما غير ما نفهم السلوك نتاعهم علاش تصرف بالطريقه هذيك ونوصل لمرحله تفسير انه تصرف بالطريقه هذيا لخاطر كذا وكذا وكذا خاطر باش نبعث نحدد استراتيجيه تدخل مع بنين باش نحدد معاه انا اذا كان ديجا عاقبته انا اي خاطر الاصلاح الوضعيه يجي فك شيمينمون. خاطر انا ما لازمنيش نخلط العقوبه انا لازمي هو يتراجع على السلوك هذا قبل ما نخلط العقوبه خاطر خلطت العقوبه صحيح. والاشكال وين انه قبل في السبعينات الثمانينات في الثقافه الوالديه نتاعنا اللي كانت افيكاس وقتها انه العقوبه كانت تعطي مفعوله خاطر اللي بارتاجي بارتو الموند الناس كل تعاقب بنفس الطريقه هذيك علاش كانت افيكاس مالغري اللي هي سموه بشوار الناس كل تعاقب والناس كل تعس العم يربي الخال يربي ديما فما سويفي دونك الصغير ما يخافش من ام وبوه ما يحترمش ام وبوه برك يحترم العائله كامله خاطر العائله كامله تتشارك في نفس المحتوى طول فما فرق كبير بينك وبين جارك بين خالك بين عمك بين انت وزوجك نجم يكون فما فرق ولا زوجتك بين انت والمعلم انت والاستاذ انت والحماس والعطار الناس كل تختلف تو علاش خاطر تو سامبلومون لي سورس دانفورماسيون تعدت برشا سني بلو البو والام مصدر المعلومه ولات وسائل اخرى مصدر المعلومه كي تضغط انت تستعمل العنف وتستعمل العقوبه باش يعمل الطفل يمشي ياخو من الوسائط اللي يرتاح فيها بيان سي نجمو فيسبوك يوتيوب اصحابه بو صاحبه بو صاحبته ام صاحبه وام صاحبته دونك ياخو ان موديل ويتشبع بيه على مستوى المبادئ ويجي في وجهك يقول لك اوكي سي بون والله كلامك صحيح خاطر فما اولياء يجيني يقول لي اسمع راه ولدي وصل 13 14 راني ما عقلتوش تقلب عليا ضربه واحده. جوستومون دكتور باش نسالك على حكايه كيفاش وصلنا في سن 13 سنه نكونوا مدمنين سواء كان على التدخين او على الكحول او حتى على الزطله. راهو 13 سنه 13 سنه طفل مازال كيما نقولوا حليب امه بين سنيه. كيفاش يوصل يكبر الطفل بدرجة كبيرة في سن 13 لين يوصل يكون مدمن على الكحول في السن ذيك الصغيرة بالكل معني هنا جنرالمون إدمان على الكحول في سن 13 هنا تترح خاصة في الوسائط الاجتماعية في الأحياء ذات الكثافة السكانية العائلة عالية برشا اللي الكحول موجودة في كل مكان معناتها فما شريحة الشريحة الفقيرة تقول أنت وزيد فما موجودة في الشريحة حتى في الشريحة اللي المستوى الدخل نتاعهم عالي باش نلقاو الادمان هذا في الوسط العائلي فتلقى العائله عاده الفريجيدير معبي بالكحول وياه كل شيء ويتلموا صغيرات لي زادوليسون ويعملوا دي بارتي ويقعدوا يشربوا دونك ويتعودوا على السلوك هذا دونك موجوده في شريحتين لكن كل وحده والاسباب نتاعها والجو نتاعها والفضاء نتاعها والتوقيت نتاعها بينما الادمان على الزطله ولا الادمان على التدخين ولا الادمان على الاقراص هذا سلوك اجتماعي منتشر بارتو مختلف عن الكحول خاطر فما ريزوتاج كبير برشا في الترويج طبعا فماش مدرسه اعداديه ولا مدرسه ثانويه في تونس فيهاش مروج مستحيل ونتحدى انا كان يجي يقول لي راه فما مدرسه فلان فلان فيهاش مروج دايوغ معناتها نسبه كبيره وليت حتى في وسط الليسيات كيما نحكي على الليسيات اللي هما تابعين الدوله كيما نحكي على البريفي ممكن من غير ما نتهموا الناس اما انا حسب تجربتي مع بنتي قالت لي ماما فما تفشي في البريفي اكثر من الميليتاتيك به تداعياته على الصحه خصوصا انه كي نقولوا 13 14 15 مازال حتى تكوينه الجسماني مش متكامل تداعيات الادمان على الصحه دكتور بالنسبة للتداعي على الصحة فما على مستويات فما على المستوى الجسدي نعرفوا جدا أنه الإدمان يؤدي إلى إشكاليات صحية كبيرة برشا كمرض القلب والشرايين أمراض جهاز التنفسي لطف عليكم أمراض السرطان كل يسهل ظهور الأمراض الجسدية الكل أو الإدمان
فهمتني. هل صحيح انه ينقص من النمو الجسماني؟ النقص ينجم ينقص مش ينقص، مي خاطر بون النمو الجسماني محكوم بالجينات، لكن ياثر على النمو. ياثر على النمو، عنده تاثير كبير على النمو، وعاده التاثير الكبير هو على الجهاز العصبي. خاطر نحن باش نلقاو اشكاليات على مستوى التركيز، نجم يصير اتلاف الخلايا العصبيه تؤدي من بعد الى اشكاليات على مستوى الحركه، دي باراليزي بار اكزومبل. سيرفو ما يكبرش، يصغر. تعرف علاش؟ ينعم خاطر كيما عباره حطيت انت يد في جبال الحجم نتاعك، معناتها مش نسحب من الاضرار نتاعك. العام ما تفسر باش نجم تحدد بعينه كيوه اللي تعرفه، باش تلقاه في حاله تستعمل القبول غير مشروط، تستعمل الاصغاء، تحاول تقبله كيما هو. وقتها هز ولدك وامشي. لازم ويا وتلقى صد من هو السلوك مازال متواصل، تدني على المستوى النتائج المدرسية مفاجئ ولا تدريجي، على المستوى الصحي ولا يسهر بارشا ويصبح راقد ما نجمش يقوم الصباح. فما اشكاليات مبالغري التدخل السليم تاع العائله ما لقيتش حل، يلتجؤوا بالنسبه لحاله الادمان اولا للطب النفسي ومن بعد العلاج النفسي بيان سور، باش نتخلصوا من الادمان النفسي والاجتماعي في الوضعيات كيما هكا. مرسي دكتور كريم اليعقوبي أخصائي نفسي، وأحلى كلمة قلتها قلت ربي يحفظنا. وأنا عندي هدية اليوم لأولادنا، وعندي هدية لبناتنا وبنات جميع المسلمين، وهدية لأولاد للا البيا. اللهم دبر لي تربية ذريتي إن لم أحسن التدبير، واجبر ما وقع مني في سابق حياتهم من تقصير، وافتح لهم في حياتهم كل باب مغلق، إنك على كل شيء قدير. اللهم قر عيني يا لطيف بهدايتهم، وطمئن قلبي بشفائهم. اللهم ارزقهم الصحبة الصالحة، واحفظهم من النفوس الجامحة، وافتح عليهم يا رب فتحا مبينا من العلم، وزين أخلاقهم بالسكينة والحلم. أمين يا رب. شكرا كثير لك كوثر، يعطيك الصحة دكتور. موضوع مهم جدا اللي حكينا فيه اليوم على صغيراتنا، نخاف عليهم برشا خاصة في الظرف هذايا، وخاصة الجينيراسيون هذايا في ظرف الفيسبوك الموجود، في ظرف اللي احنا ولينا أصحابهم، في اللي برشا حاجات نجم تصير وإحنا ما نفيقوش راهو يعني أكيد فوالا فاتونا برشا برشا صغيرات كيما عملنا برشا عمال وما نفيقوش بينا. إكزاكتومون كيما قال كوثر، أعمل يعملوا لك. اكزاكتومون، ربي يلطف بصغيراتنا وربي ينجحهم. مازلنا معاكم حتى ال11 نتاع الصباح، نخلي بلاصتي المريم في موجز الانباء، ما تبعدوش علينا، هذايا ويكاند عليك.